نحن الآن على أحد الطرق المؤدية إلى اللواء 52. الآن بعد قليل سندخل إلى داخل اللواء، لكن قبل الدخول إلى اللواء الذي يشهد تمشيط في بعض جهاته، نلتقي أبناء مدينة الحراك وبعض من الجيش الحر المتواجد في مدينة الحراك، كون الحراك هي المدينة الأكبر التي عانت الويلات من هذا اللواء الذي سفك بدماء أبنائها كما يؤكدون عبر مجازر موثقة وثقها ناشطو البلد. تدمرت هذه المدينة بشكل كامل، أكثر المدن التي عانت من اللواء 52 هي مدينة الحراك. نلتقي الآن القادة العسكريين، نلتقي أحدهم وهو أبو عيسى المسؤول عن فوج الراجمات في الفيلق الأول في الجيش الأول، يتكلم لنا عن كيف تم تمشيط اللواء وكيف تم التحرير باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، بفضل جهود أبطال رجال المدفعية وأبطال رجال حوران، تم ولله الحمد تحرير لواء 52 ميكا، ثاني أكبر لواء بسوريا، وما تحرير بلدة المليح الغربية وتحرير بلدة رخم، ولله الحمد والمنة. وما زال أبطال الجيش الحر داخل اللواء يطاردون فلول النظام المنهزم. السؤال، إلى أين توجه فلول النظام؟ إلى أين توجهت وكيف انسحبت؟ انسحبت بعض فلول النظام ببعض الآليات والدبابات، وبعضهم الآخر محاصرين داخل مركز القيادة، وعناصر الجيش الحر الحمد لله محاصرينهم حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى المحاكم الشرعية حتى يكون الحكم العادل لهؤلاء المجرمين. شكرا لك أبو عيسى. ننتقل السؤال إلى الأخ هنا قيادي في فرقة الحرية في قيادي الجيش الأول وهو أحد أبناء مدينة الحراك. أود أن أسألك عن كم عدد الأسرى الذين تم أسرهم في اللواء 52؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يوجد بعض من الأسرة، لكن أغلب العناصر القتلى بالنظام 52 من المجرم هذا اللواء جزر في مدينة الحراك ومدينة الكرك ومدينة المليحة الغربية والشرقية، والآن هو منهزم إلى اتجاه السويداء بعد الهزيمة النكراء التي تلقاها من النظام من الجيش الحر ومجاهدين حوران الأبطال. ما هي خطتكم المقبلة بعد تحرير اللواء 52؟ إن شاء الله المحافظة، محافظة مدينة درعا بإذن الله. بإذن الله الآن نتكلم إلى عناصر الجيش الحر في مدينة الحراك لنتعرف على مشاعرهم بعد تحرير اللواء بشكل كامل. معنا، تفضل اسمك. عمار قدة. يعطيك العافية. شو شعورك أنت كشخص من أبناء مدينة الحراك، شاركت بمعاركها، عانيت من اللواء أنت وأهلك، وشعورك بعد تحرير اللواء؟ والله شعور يعني لا يوصف، فوق الوصف يعني، عرفت شلون؟ شعور كل المجاهدين نفس الشيء، شعور لا يوصف، فرحة كبيرة بتعم مش بس الحراك، كل حوران بالذات. وإن شاء الله مثل ما حكى قائدنا أبو صفا إنه إن شاء الله بدنا نتوجه على مدينة درعا بإذن الله. يعطيك العافية. الحمد لله والشكر لك يا رب العالمين على هالنعمة اللي اليوم الله اطعمنا اياها وحررنا هاللواء 52 الجزار المجرم، ما خلى قرية محافظة درعا اللي ما جزر فيها، دمرها الاحراك، كان حارمنا من الشارع الزفت هذا، لا احنا لا نسواننا لا اولادنا. والحمد لله والشكر لك يا رب العالمين، وفضل المجاهدين الأبطال في محافظة درعا كلهم، كل من فزع عنا كثر خير والله يزال خير والحمد لله. ونشكر قائدنا أبو صفا. الله يزيك. أخوي اسمك؟ أحمد محمود قدح. ماشي تقرب لعندي بس، معلش. شرف. شو عانيتوا من اللواء وكيف هي مشارك حاليا بعد تحرير اللواء؟ عانينا بكل شيء، كل شيء عانينا باللواء 52، شتتنا، بهدلنا، دمرنا، شرشحنا، قتل أطفالنا، قتل أصحابنا، قتل أطفالنا. بس الله يعطيك العافية. أخوي اسمك؟ أحمد بلوط. من مدينة الحراك. من مدينة الحراك، نعم. شو هو شعورك بعد تحرير لواء 52؟ شعور لا يوصف، الحمد لله بفضل الله تعالى وأمن علينا بالنصر والحمد لله.
اسمك أخوي؟ أبو صطيف. الله يعطيك العافية. شو شعورك وشو عانيته؟ نفس السؤال للأخوة بعد تحرير 52، وبدي أضيف لك سؤال اللي هو ما هو ارتباط تحرير 52 بتحرير درعا ككل وبانتصارات الشمال في إدلب تحديدا؟ بعد الحمد لله رب العالمين، طبعا لواء 52 ثاني أكبر لواء بسوريا، كان حلم كبير بالنسبة لنا الخلاص منه. طبعا مش الحراك بس كانت تعاني منه، كانت كل القرى المحيطة أكثر من 15 قرية كان مغطيها بنيرانه، فنصر كبير لنا الحمد لله رب العالمين. كسر عظم بالنسبة للنظام لأنه كان يشكل قوة كبيرة بالنسبة للنظام بالمنطقة. الله يعطيك العافية. العم هنا شو اسمك وقديش عمرك؟ أبو إسلام، 45 سنة. ما شاء الله، الله يخليك يا عم. أنت مشارك ببدايات المعارك بجيش حرب الإحراق؟ أول معارك، وأنا مشارك في هذه في هذه المعارك ضد هذا اللواء المجرم الظالم، ونحمد الله عز وجل، نحمده على هذه المنة وعلى هذه الرحمة. وأن تنصر الله ينصركم، نحن نصرنا الله عز وجل، أطعنا الله بإذن الله، ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نحن نصرنا الله فنصرنا الله عز وجل، ونصرنا الله عز وجل بضعفائنا وبشيوخنا وبمساكيننا. لا ننسى أن النصر أولا وأخيرا يرجع فضله إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والمنة لله عز وجل أن أراحنا من هذا اللواء الظالم الذي قتل رجالنا وشيوخنا ونساءنا وأطفالنا. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا على هذا النصر، والحمد لله. شكرا جزيلا لكم. كانت هذه استطلاعات للرأي لمقاتلي وأبناء مدينة الحراك، ويمثلون هم أيضا باقي محافظة درعا وقرى حوران التي عانت من هذا اللواء.